والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يعني أنا بعتبر أن النهاردة إن شاء الله هو يوم الحصاد. إن شاء الله أجني مع حضراتكم ثمرات ما بذرناه من بذور وما زرعناه من نباتات نتحصل بها بإذن الله تعالى وفضله على الشفاء، وأن يتم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة العافية. ويعني حضراتكم عارفين ان الواقع العملي الملموس بالحواس هو اعلى درجات اليقين. عارفين سيدنا ابراهيم لما كان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى فقال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فعشان تطمئنوا وتطمئن قلوبكم ان شاء الله، إن الشفاء بقى أمر بإذن الله تعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى أمر سهل، وربنا سبحانه وتعالى ما خلق من داء إلا وخلق له الدواء. فأنا ببشر حضراتكم إن النهاردة عندنا مفاجآت وبشريات، وياريت كل واحد حاضر وشاهد على هذا الكلام يعرف الغائب، لأن الأمور اللي احنا هنتعرض ليها كلها بإذن الله تعالى مما ساقه الله سبحانه وتعالى لعباده من الفضل والبركة والخير والشفاء والعافية. ف يعني بقول لحضراتكم، هعرض لحضراتكم بعض النماذج العملية اللي تقول لنا ان احنا بدأنا نجني الثمار، وان ربنا سبحانه وتعالى دلنا على سبل وعلى طرق لا توصل بإذن الله تعالى إلا ما ترجوه من ورائها من الصحة والعافية ومن الشفاء التام مما أصابك الله سبحانه وتعالى وابتلاك به من أمراض. فهعرض لحضراتكم أول فيديو، وبقول لكم دي حالة من الحالات اللي اتعاملت مع بعض العقاقير اللي احنا بنعالج بيها. واللي لفت نظري في الحالة دي الحقيقة إن العلاج او العقاقير اللي احنا بنتعامل بيها قد تكون تشخيصية فضلا عن انها علاجية، الا ان المريض اللي بيعاني من خلل في المناعة او ضعف او التهابات فيروسية مزمنة لما بياخدها، واذا كان الفيروس اللي عنده نشط بيحس ان في نوع من الفوران، وده بينعكس على تنشيط جهاز المناعة لأنه موجود في جهاز العظام، فبيحس بنوع من النشف الخفيف في العظام وارتفاع خفيف في درجة الحرارة، ممكن رشح خفيف لأن بدأ يحصل نشاط أولي وحرب داخلية بين الفيروس وبين العلاج اللي بيرفع كفاءة جهاز المناعة. وبعد أيام قلائل تبدأ الحالة تهدى ويبدأ يتغلب جهاز المناعة على المشكلة الموجودة ويتماثل المريض ويحط رجله على أول طريق الشفاء. وده لفت نظري في المداخلة الفيديو لحضراتكم. حاجة تانية، ان المريض لف 9 سنين وخد تقريبا كل حاجة، وفضل الله لما اتعامل معانا وخد بعض العقاقير خلال يعني ساعات حس ان الامر تغير معاه تغيير جذري، وعلى حد قوله كان بيقول ان هو كان في انتظار النهاية وكانش متخيل ابدا ان لسه له علاج على وجه الارض. ولما نعرض حضرتك الفيديو ياريت تطلعوه، هتعرف حضرتك ان القضية مش قضية ان علاج ده مستورد او غالي او انه الحصول عليه بطرق واساليب ممكن يبقى فيها نوع من المشقة والصعوبة. لا، احنا بنحاول نشوف اسهل وايسر وارخص حاجة تؤدي الغرض ان احنا عايزين نوصله لحضرتك، لان احنا في الاخر العلاقة اللي بيني وبينك ان انا ربنا جعلني سبب في شفاك باقل تكلفة وفي اقصر مدة زمنية، وارفع كفاءة الحالة العامة الى اعلى درجة. فهم دول الثلاث محاور اللي احنا بنشتغل عليهم. المدة الزمنية قصيرة جدا، وانت حضرتك هتشوفوا قد كده احنا عندنا حاجات بتنهي مشاكل مزمنة مدمرة في خلال اسابيع قليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان هي باقل تكلفة، ما تكونش مجهدة ماديا بالنسبة لحضرتك. الحاجة التالتة ان هي ترفع كفاءة الحالة العامة وجهاز المناعة وتخلصك من المشاكل الصحية اللي عندك
على أقصى درجة. ف حضرتك لما توصل للمرحلة دي وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة الشفاء، هتعرف قد كده إن دي آيات ومعجزات، لأن الحاجات اللي إحنا بنتعامل بيها كلها حاجات ربانية إلهية، وكلها نباتات طبيعية ليس بها أي مواد كيماوية، وخالية تماما من أي سموم، وليس لها أي أعراض جانبية أو أي آثار سلبية. فعلشان كده بقول لحضرتك إن فضل الله سبحانه وتعالى إن لم تكن نافعة، وإن شاء الله بإذن الله اللي يغلب على الظن إن هي نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي لا تضر أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو ده عندنا إحنا عارفين أمراض كتيرة جدا، يعني المشكلة الأساسية مش في المرض نفسه، المشكلة قد تكمن في الأدوية الكيماوية اللي بتتاخد، ويبقى تأثيرها السلبي المدمر على الجسم أشد بكتير جدا من التأثيرات المرضية الأصلية اللي موجودة عند حضرتك. زي مثلا الأمراض المناعية، عارفين الكورتيزون هو العلاج الوحيد اللي ممكن يخفف. هنأجل الانفجارات لبعد الفاصل ده إن شاء الله. الكورتيزون طبعا حضراتكم عارفين إنه حاجة لها من التدميرات والتأثيرات السلبية اللي ممكن يبقى تأثيرها السلبي أشد بكتير من المشكلة المرضية. الحاجة التانية العلاج الكيماوي في السرطان مثلا، حضراتكم عارفين طبعا تأثيره من غير ما نخش في تفاصيل في تفاصيل. علشان كده مهم جدا إن حضرتك يبقى مطمئن إن المنظومة اللي عندنا كلها حاجات إذا كانت فعلا بتشتغل حتى على الأمراض السرطانية والأمراض المناعية، وتقوم مقام العلاج الكيماوي في علاج السرطان والكورتيزون في علاج الأمراض المناعية، إلا إنها تأثيرها أضعاف، ممكن يوصل لمئات الأضعاف في التأثير الإيجابي، وفي نفس الوقت ما ملهاش أي أعراض جانبية. على سبيل المثال مثلا إحنا عندنا موضوع العلاج بمنتجات النحل، تركيبة عسل وخلطة متكاملة متجانسة. والحقيقة إن إحنا يعني ان شاء الله باذن الله الموضوع واعد جدا، والشركه القائمه على هذا الامر هي مجموعه التداوي للقرافي، قسم التداوي بالعسل بالمدينه المنوره، وهم يعني اهل خير، وانا بذكرهم الله سبحانه وتعالى. علشان كده عملوا مسابقه قرعه ل 15 حاله تتعالج مجانا بفضل الله سبحانه وتعالى، يتبنوا 15 حاله على مستوى الدول، من كل دولة حالتين. وحضراتكم هتبعتوا رسالة على أي رقم من الأرقام الموجودة على الشاشة، هتبعت حضرتك رسالة باسمك وتليفونك والدولة اللي أنت منها والتشخيص للورم السرطان اللي عندك. 4 حاجات دول هنعمل بيهم قرعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويوم الأسبوع القادم هنسحب القرعة دي بحيث كل دولة الشركة متبنية حالتين تعالجهم علاج مجاني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيديهم ويتماثلوا تماما للشفاء. فأنتوا تبادروا معانا، وأي حد سمعنا يا ريت يعرف أي حد عنده المشكلة دي، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك ده ويكون ده سبب في شفاك من المشكلة المقابلة اللي ممكن تهدد حياة الواحد بالخطر. فاحنا بنهب بحضراتكم ان انتوا يعني تتفاعلوا معانا، بحيث ان احنا اذا كان الناس دي عامله خير فاحنا مش عايزين الخير ده يتوقف، عايزينه يوصل فعلا لمستحقينه. فان شاء الله في انتظار ان انتوا تبعتوا بيانات الاسم والتليفون واسم الدوله والتشخيص للمرض السرطاني اللي عند حضرتك، واحنا هنسحب ان شاء الله الاسبوع القادم الأسماء ونبشرهم ونهنيهم إن ده بإذن الله سبب ربنا ساقه ليهم ياخد بإيديهم للشفاء التام بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأرقام عند حضراتكم على الشاشة، ويا ريت تكتبوها أو أي رقم من الأرقام هتبعتوا عليها البيانات، وإحنا هنسحب
أثناء في القرعة على الهواء إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونعرف أصحابها إن هم هيعالجوا مجانا من أول كورس العلاج لحد نهايته، وربنا سبحانه وتعالى يكتب هذا الثواب وهذه الحسنات في ميزان أصحاب هذه الشركة، شركة مجموعة التداوي للقرافي، قسم التداوي بالعسل. والحقيقة الموضوع معجز إنه يوصل إن الحالات السرطانية المتقدمة اللي ملهاش علاج إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب. وفي خلال الحلقات هنعرض لحضراتكم بعض المداخلات اللي تؤكد هذا الكلام، ولما حضراتكم تتعاملوا مع هذا القسم من الأقسام الخاصة بتداوي العسل هتعرفوا قد كده الموضوع إعجاز إلهي، وأن ربنا سبحانه وتعالى كل ما ذكره صدق وحق، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإنه يقين لا شك فيه، وحق لا باطل فيه، وصواب لا خطأ فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك، يعني هذا الكلام حدث لنا اللي علينا، وأن يكون ذلك سبب في إنقاذ هذه الحالات من أمراض فتاكة قاتلة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ساق الشفاء في معجزة من معجزات القرآن، ألا وهي عسل النحل ومنتجات النحل، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على هذه الأمة. الحقيقة البشرة الثانية بقول لحضراتكم من فضل الله سبحانه وتعالى أصبح لدينا مجموعة متناسقة ومتكاملة لكل الأمراض اللي احنا وعدنا حضراتكم بيها، وقلنا ان احنا عندنا أمراض كتيرة مزمنة ومستعصية وملهاش علاج. وطبعا كنا بنحضر الكلام ده، وقلنا احنا وعدنا حضراتكم ان القضية بالنسبة لنا قضية مرض، وبندور ونلف، وهو ده المحور الرئيسي الأساسي بتاعنا، ان احنا ازاي نخترق نقطة ضعف معينة ونوصل لبيت الداء ونعالجه، وبغض النظر اذا كان العلاج ده هيجي منين ونظامه ايه وتأثيره، يعني هل هو يعني بيستهدف المرض ده او محتاج يعني ادوية نباتية طبيعية اخرى. فبنعمل زي انظمة علاجية وبروتوكولات لكل مرض من الامراض، وهو ده المفاجأة التانية والبشرة التانية اللي هقولها لحضراتكم في خلال الحلقات اللي احنا هنعرضها لكم. فتابعونا ولا يعني تتركوا هذا الملف، سواء اذا كنت تعاني من مرض من الامراض فلازم تتابعنا، علشان على الاقل ان احنا بنشخص حالتك تشخيص دقيق، ونقول لك اذا كان عندك توهم او اختلاط في المعلومات عندك، بتسمع كلام كتير متضارب ومتناقض، فنحطك على أول طريقة التشخيص الحقيقي لحالتك، ونحط الوضع في الحجم الطبيعي بتاعه، ونحط لك البروتوكول العلاجي بتاعك. وإذا كنت أنت ربنا عافاك، فمن شكر النعمة إنك توصل الرسالة دي وتحاول تنشر الكلام ده لأي حد أصيب بأي مرض مزمن من الأمراض اللي ملهاش علاج عندنا كأطباء تقليديين في الطب الغربي اللي احنا درسناه. وبالتالي بإذن الله يبقى ده سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من جنس ما صنعت، زي ما رفعت الألم والمرض عن الناس، ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليك بما ابتلى به غيرك سبحانه جل شأنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نشر هذا الخير وهذا النفع وهذا الشفاء للأمة جميعا، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، زي ما دايما بقول لحضراتكم إن الواقع هو أعلى درجات اليقين،
واللي ده اللي خلى سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له، لما قال ربنا سبحانه وتعالى ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاحنا محتاجين تطمئن قلوبنا ان بفضل الله سبحانه وتعالى، ان الزرع اللي احنا بدأناه مع حضراتكم بدأنا نجني الثمرة بتاعته. عشان كده هعرض لحضراتكم بعض الحالات اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من عليها بالشفاء، وهو ده اللي بيوصل الرسالة مباشرة، لأن الحمد لله الثقة اللي بينا والمصداقية العالية قوي تقول أنا بنقل لكم الواقع بالضبط وما بزودش ولا بقلل، علشان أقول لك إن أنت إذا كنت ابتليت بمرض من الأمراض المزمنة المستعصية اللي ملهاش علاج دي، فأنت بإذن الله لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وعملنا لك أنظمة علاجية زي ما اتعملت للناس دي، بفضل الله سبحانه وتعالى هتوصل لنفس النتيجة، لأن إحنا يقيننا ليس على علاج ولا على عقار، إنما اليقين على رب الأرض والسماء سبحانه وجل شأنه. فنرى لحضراتكم أول حالة ولفت نظري فيها إن العلاج حتى البروتوكولات اللي عندنا تشخيصية، لو كان في خلل في ضعف في المناعة، لو كان في نشاط فيروسي يحصل حرب داخلية الأول مع جهاز المناعة، لما بينشط، لما العلاج اللي أنا بدي لحضرتك بنشط جهاز المناعة، فبيحصل حرب بينه وبين الفيروس الموجود، وبيحصل زي رد فعل خفيف لما جهاز المناعة اللي في نخاع العظام يبدأ يطلع الخلايا المناعية بتاعته والمضادات المناعية بتاعته، يحصل نشط خفيف في العظام وارتفاع خفيف في درجة الحرارة ورشح خفيف، وبعد ساعات أو أيام قلائل الحالة بتهدى ويبدأ جهاز المناعة يتغلب على المشكلة وتبدأ تحط رجلك على أول طريق الشفاء. هنطلع أول حالة وريها لحضراتكم. طبعا كانت معاناة شديدة جدا، 9 سنوات ولف وخد كل حاجة، وكان وصل لمرحلة اليأس، ولكن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاحنا لا نيأس أبدا، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك عباده، إنما هي اختبارات، لو صدقت مع الله ونجحت في هذه الاختبارات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرفع هذه البلاءات برحمته وفضله. نشوف أول مداخلة، تفضل. كان سمعت حضرتك في التلفزيون وبعدين خدت ارقام واتصلت وجبت الباكت اللي هو عباره عن اكياس، وخدته اللي هو رفع المناعه اللي هو الايونايت بالظبط. وكان عندي، كان عندي ارهاق وكان عندي كسل وكان عندي اجهاد وكان عندي فقدان في الشهيه، ما كنتش بناكل الا كتير يعني، وكان عندي القولون برضه مضطرب، وحتى النوم برضه كنت ما كنتش بنام ده كده، وضعت الذاكره لدرجه ان انا كنت بنصلي والفاتحه وبعدين نبص لقيت بين الساعه 10 بالليل الساعه 11 وضعت الذاكره. نعم. وكان عندي ازمه صدريه قعدت شهر يا دكتور ابراهيم، ازمه صدريه. فلما خدت الكتاب دي سبحان الله يعني يمكن من ثالث يوم حسيت بنشاط عام. لا بص يا استاذ ماجد، حضرتك انت بتقول انا وصلت لحاله كانه خلاص كنت بقى يعني داخل على موت. والله انا كلمت الاستاذ عبيده قلت له الدواء لو ما جاش قبل العيد ما تبعتوش ثاني، يعني يعتبر الواحد ايه، يعتبر انا مش هنستنى حتى يمكن الواحد يتوفى قبل العيد. يعني كلمت الاستاذ عبيده جابه لي الثلاث ايام يشكر كثرات خيره. يعني بتقول لو العيد اتاخر، لو العيد اتاخر هيكون انت خلاص في اعداد المفقودين، يعني مش هيلحقك. ايوه والله العظيم. انا قلت له يا استاذ عبيده انا الحاجه دي للمناعه، ويعني انا يعني لو ما خدتش الحاجه للمناعه انا تعبان خالص يا استاذ عبيده. بعتوا لي ثلاث ايام الراجل وخدته، سبحان الله ما كانوش معاش، كان فيهم التهاب نتيجه كان فيه ميكروب حلزوني، كان فيهم التهاب. نعم. فلما خدت الباكيتات دي دلوقتي يعني بناكل بصل وليمون، والله العظيم بصل وليمون. ما شاء الله. هو الحاله العامه والاعراض اللي عندك؟ والاعراض الحمد لله يعني دلوقتي انا بنمشي 2 كيلو كل يوم الصبح عشان اروح شغل، 2 كيلو كل يوم. نعم. 2 كيلو كل يوم، والنوم دلوقتي بننام من المغرب ما بنمشي للصبح. نعم. يعني حاجه يعني بعد ما نصلي العشاء كده يعني ان شاء الله. والارهاق والكسل والذاكره والحاجات دي كلها اخبارها؟ لا الذاكره دلوقتي ان شاء الله بنصلي يعني بنبدا الصلاه حضرتك الاول والاخير. الاول كنت نصلي عند الفاتحه نتوه ما بنمشي بس ساعتين ثلاثه. نعم. اي والله. يعني الحاله العامه عندك بقى طبيعي دلوقتي؟ لا الحاله العامه ده الحمد لله ده معجزه والله، جاني انقاذ والله العظيم. انا يعتبر دلوقتي في نشاط عام واحسن من الاول بكتير. لا بقول لحضرتك انت خدت ادويه كتير، خدت ادويه كتير، هل عملت معاك نفس النتيجه؟ لا 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 هو ده حاجه بسيطه ورخيص، ويعني خدت ادويه دلوقتي 10 سنين عمال ناخد ادويه رفع المناعه ومن هنا ومن هنا،
ومن الصيدليات ودكاترة وفي مصر واسكندرية. دي سبحان الله زي سحر وعجيزه والله. انت بتقول لي انت بتقول انا خدته بعد تاني يوم حسيت ان جسمي مكسر وعظمي كده وفي زي ما يكون في فوران وفي حرب داخل جسمك صح؟ بالظبط بالظبط. بص ده اكيد عشان خاطر انه رافع المناعه فلازم انا كده مع الواحد. انا اتطمنت يعني لقيت جسمك مكسر وبعد كده خلاص بقى كل حاجه اتفكت من بالنسبه لي. تاني يوم ده اول ليله تاني يوم لقيت نفسي حاجه سبحان الله زي الحصان حاجه سبحان الله سبحان الله. انا ما كنتش انا لحد دلوقتي مش مصدق ان ده كده زي دي تعمل معايا كده ما شاء الله. سبحان الله انا لسه ده لا دي الصيدليه اللي هي خاصه بالمناعه وبتاع وده كده بسيطه والله سبحان الله. يعني انا مش مصدق لحد دلوقتي. جزاك الله خير يعني ربنا يجعلك سبب يا رب كده في شفاء المسلمين. والله انا معجزه معجزه من الله دي معجزه. ربنا يطمنا على رسول الله. انت راجل عند الطاقم اللي مع حضرتك عنده رحمه وامانه وعنده صدق والله العظيم في ثلاث ايام جاي الدواء عن طريق الدكتور السريع. ما شاء الله جزاك الله خير عشان الوقت. طبعا في كتير بيقول الدكتور ابراهيم متخصص في الحالات اللي هي كانت اوشكت على الموت ومنتظر مسواها الاخير وفي عدد المفقودين. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. احنا يعني عشان تعرف ان القضية مش قضية اسباب ولا لها اي علاقة ابدا باي فعل ولا باي وسائل علاجية ولا اختراعات ولا اكتشافات ولا عقاقير ولا ادوية ابدا. يمكن النية الصالحة يمكن ندعي لكم دعوة يمكن حد معانا له نفس في ان هو فعلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى الهمه الصدق والاخلاص في التعامل مع الناس وما يعلم جنود ربك الا هو. هعرض حضرتك حاله ثانيه برضو من الحالات اللي كانت يعني بين بين عشان حضرتك تقول ان انا اصبحت متخصص مش في الامراض لا في ما قبل الموت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وان يطل امرنا وان يحسن اعمالنا. نطلع الفيديو الثاني. الجامعة الاجتهاد وتعبت وحصل لي شوية ورم في رجلي وفي بطني وشوية يزيد بس ما بركة ربنا والدكتور صبح رفت على التعدة رفت. احكي لي بقى بعد ما خدت العلاج اللي خدتيه مع الدكتور صبحي وصفي الحالة معقول يعني بعد الأعراض دي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى شفاكي؟ الحمد لله. ده أنا كنت والوصل الميتر أول كنت لا خالص تعبانة في غيبوبة خدت 3 أشهر في غيبوبة. الله أكبر. بفضل الله رحت على يد الدكتور صبحي. فيكم بركة والله يجعلكم مصالحين للناس كلها. آمين يا رب العالمين. في حد كان في حد جنب حضرتك جوزك موجود عشان خاطر يوصف لنا حالتك اللي كان شايفها؟ أهو جاري أهو. طب الدون. أيوة دكتور. يا مرحبا ألف مبروك. ربنا يا رب يعني يجعلها قرة عين ليك كده في الدنيا والآخرة وتمشي فيها على خير. جزاك الله خير يا دكتور. وصف لنا كده حالتها لان هي ممكن تكون بتبالغ لان بتقول وصلت لمرحله الغيبوبه وحاله كانت عارف يعني في الاخر والحمد لله ربنا شفاها. الحمد لله ده هي ليها السنه الثانيه كانت عند الدكتور صبحي خطاب. نعم. ليها السنه الثانيه بتتعامل الحمد لله بقت كويسه وتمام التمام. لا يعني انت وصلت مرحله الكبد للدوال والاستس ورم رجلين والغيبوبه الكبديه. وتحدث في المستشفى. ايوه وصلت الكلام ده كله للسفقه والميه في البطن والرجلين ورمت كله. نعم. بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا سيادتك كنت تتكلم على التلفزيون خدنا النمره واتصلنا قالوا لنا لا تروحوا للدكتور صبحي خطاب في شبرا. نعم. وربنا كرمنا بكم ربنا سبحانه وتعالى يجعلكم جنودا في الارض لشفاء الناس. امين يا رب العالمين. امين. هي موضوعها خلاص وكل حاجه بس عندها شويه ضعف دلوقتي يا دكتور. اي مشوار يعني جاي من حلوان امبارح راحت يعني في فرح عند اختها. نعم. اتهزت من البرد والشمس والمواصلات والتعب يعني جسمها دلوقتي ضعيف مش بيستحمل خالص. ما هو مش مره واحده كانت قاعده في غيبوبه ومحجوزه في المستشفى وبعدين مركزه مره واحده تروح تسافر في الشمس من محافظه لمحافظه. لازم الاول يحصل نوع من التكيف على وضعها وتحاول ان هي تسيس امها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمها وياخد بايديها. هي دلوقتي حته الضعف والتعجيز وما ما تحملش حاجه دلوقتي. ما هو دي مرحله نقاها وان شاء الله باذن الله كل الامور بتتصلح مع الوقت
بالمتابعه باذن الله في وعاد السوهاج، انت اول ناس هتجونا هناك ان شاء الله باذن الله، هيبقى ده اول مشتريات الخير على ايديكم ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يطمنك عليها ويا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. جزاك الله خير. هو طبعا مش الدرجه دي، من حاله وصلت مرحله ما قبل الغيبوبه الكبديه ونزيف عن طريق الفم اللي هو القاء الدموي عشان الدوالي واستسقاء شديد وورم في الساقين وحاله شبه متاخره، وربنا سبحانه وتعالى كرمها خلاص. الامور لازم يبقى فيها نوع من يعني التدرج، والواحد ما يطمعش، احنا لازم ناخد فتره نقاهه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يبدلنا يعني لحما خيرا من لحمنا ودما خيرا من دمنا، وان يكون غفر لنا كل ذنوبنا بصبرنا على ما ابتلانا به سبحانه وتعالى. معنا حاله ثانيه او ثالثه برضه نعرضها لحضراتكم عشان نشوفوا الحاجات المزمنه المستعصيه التي ليس لها علاج قد كده. ربنا سبحانه وتعالى لا يزال يحدث اثار نعمته وينزل علينا اثار رحمته، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا لهلكنا. نطلع الفيديو. والله دكتور الحمد لله رب العالمين، انا كان عندي سرطان في اسفل المريء وبدايه المعده. نعم. ولي اخ الحمد لله في قطر بلغني على العسل بتاع حضرتك واتصل على حضرتك وقال لي في جرعه عسل بتيجي من السعوديه من المدينه المنوره. فقلت له خلاص بفضل الله اسعى وانا ان شاء الله هجرب. والحمد لله بفضل الله لمده 3 ايام خدت الجرعه ديت او اسبوع بالكثير. انا كنت بنزل يعني خسيت حضرتك من 70 كيلو بقيت 50 كيلو. يعني كان جسمي هزيل، كنت في النازل. يعني نزلت 20 كيلو نزلتهم من وزنك؟ خسيت 20 كيلو في مسافه قصيره يعني في مسافه شهر مثلا. فروحت جاي رحت جاي لما خدت العسل ده جرعه لمده اسبوع زدت 7 كيلو، زدت 7 كيلو في مسافه اسبوع. ما شاء الله. فالدكاتره استغربوا قالوا دي معجزه من عند ربنا، انا ما كنتش بعرف ابلع وانا كنت بعرف اكل وبفضل الله الحمد لله رب العالمين. انا دلوقتي الحمد لله بفضل الله باكل وببلع كويس جدا والحمد لله، وحافظ صحيه كويسه وعملت تحاليل دم طلعت كلها الحمد لله رب العالمين، تحاليل صوره دم كامله، انزيمات كبد، انزيمات كلى، كله الحمد لله رب العالمين تمام بفضل الله. لا يعني الناس اللي حواليك كانوا شايفين حالتك خلاص واحد منتظر حتى الدكتور اللي كان عايز دكاتره، ما هو دكاتره حضرتك في دكاتره حضرتك ادوني مهله 6 شهور قالوا ده خلاص 6 شهور ويروح الى مشروع الاخير. نعم. يعني توفاه الله يعني ده دكاتره قالوا الكلام ده يعني، وفي دكاتره قالوا ان هو احنا هنديه كل 3 شهور نركب له دعامه عشان يعرف يبلع. نعم. ولكن بفضل الله الحمد لله بعد ما خدت جرعه العسل دي اسبوع واحد 10 ايام لقيت في تحسن 70-80%. ما شاء الله جزاه الله خير. والله اخويا في قطر ربنا يكرمه بعتها لي وربنا يصحى له يا رب. لا لا احنا عارفين وبدأ الناس كلها على هوا والله يا دكتور ان هو يجربوا الحاجه ديت ويبعدوا عن الايه عن الادويه الثانيه. هو طبعا الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى طالما يعني اتكلم عنها ما ينفعش نجربها، لان احنا بناخدها بيقين ان شاء الله ربنا يجعلها سبب يقين. انا جربتها بيقين وتوكلت على الله اولا. لا بس الحاله بتاعتك كانت متدهوره لدرجه ان انت نزلت على الحاله بتاعتي كانت الدكاتره حضرتك يعني الحاله الدكاتره قرروا ان الحاله صعبه. الحاله ما يعني معلش هو الحاله كل ما تتقدم لقدام عينك بتتاخر مش بتتقدم، لكن لما خدت العسل ده الحمد لله رب العالمين الحاله يعني اختلفت منهم تماما. الاستاذ عادل نفس سؤال الاستاذ عادل بيقول للدكتور ريح لك معجزه. الاستاذ عادل بيقول للدكتور كان ريح لك اللي كان متابع حالتك راح بعد العيد عشان خاطر يشوفك لسه عايش ولا مت. حصل يا دكتور والله حصل. ايه اللي حصل؟ حصل والحمد لله رب العالمين دكتور مستغرب يعني ان انا نزلت ووصلت لحد باب عربيته ومستغرب ان انا ازاي يعني في الحاله دي. هو قايل اليوم ان هو حالته هتتاخر مش هتتقدم. هو فوق انه بدل ما يجي يشوفك ان انت مت ولا لسه نايم في السرير وفي مسواك الاخير قبل باب عربيته. ها؟ تمام حضرتك الحمد لله يا دكتور بفضل الله والله. طيب يعني انت بتقول ان دي معجزه ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ده معجزه فعلا. ربنا سبحانه والله ربنا بفضل الله الحمد لله رب العالمين نحمد الله. يعني حتى شكلك ووضعك ومجهودك انا دلوقتي الحمد لله رب العالمين انا بمشي وبروح وباجي يعني صحيه بقت ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله.
وما بتاخدش اي علاج تاني؟ ما خدتش اي علاج تاني غير غير المنتج المنتجات اللي جات لك من المدينه المنوره؟ انا ما خدتش علاج غير العسل بس، المنتج بتاع المدينه المنوره. ما هو عسل عليه حاجات تانيه عشان السرطان. عشان السرطان. يعني انت دلوقتي يعني بفضل الله هو بس اللي انت خدته والحاله كانت بالشكل ده، ما خدتش معاه اي ادويه ثانيه ممكن يبقى لها اي دور، هو ده بس الوحيد اللي انت خدته في بالنسبه لا ما خدتش اي حاجه ثانيه، هو ده العلاج اللي انا خدته الحمد لله بفضل الله. يعني ممكن يبقى ده لوحده كفايه ان هو بفضل الله ربنا جعله سبب. ده كفايه ان شاء الله، وبنصح الناس كلها ان هم ربنا يعني يكرمهم ويروح ياخدوا العلاج ده، اي حد عنده اي اورام اي حاجه سرطانيه يتوجه ليكم ويتصل عليكم وياخد العلاج ده ان شاء الله ربنا يشفيه من ضمري. طبعا التعليق الوحيد اللي ممكن يتقال بعد المداخلات دي ان انا اقدر اقول لحضراتكم ده كلام تسمعه فقط بدون تعليق. انتظرونا وهنكمل مع حضراتكم في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أنا لحضراتكم يعني أذكر حضراتكم إن الحمد لله ربنا من علينا بمجموعة من العيادات، وببشر وجه قبلي وأهل الصعيد حبايبنا إن إن شاء الله بإذن الله خلال أيام قليلة هنزور أنا وبعض الأطباء اللي عاملين معي في الفريق الطبي عيادة سوهاج، وحاولنا ناخدها في منتصف المسافة تقريبا بين شمال الصعيد وجنوب الصعيد علشان خاطر نحاول ان احنا يعني نيسر على حضراتكم شويه. فلو في اي حد عنده اي مشكله مستعصيه او مزمنه او اي حاجه محتاج ان هو يراجع فيها حد متخصص ان شاء الله نشوفكم خلال ايام قليله، واحنا عندنا ارقام على الشاشه للحجز، وانتوا عارفين المشوار طويل قوي، فاحنا ممكن فتره كل فتره نروح، فخلال ان شاء الله ايام قليله هنبقى موجودين. وعلشان كده ما تضيعش الفرصة دي، لأن احنا لو رحنا دلوقتي ممكن نستنى فترة تانية شوية لحد ما نروح المرة التانية، على أساس نحاول نتابع العائلات التانية في وجه بحري، وبكده يكون نستغرق أو نقرب المسافات على الناس. فأي حد في وجه قبل عنده مشكلة مزمنة سواء كانت كبدية فيروسية مناعية أي سرطانية أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا بروتوكولات كاملة. احنا طبعا عيد القاهره يوم الاثنين زي ما قلت لحضراتكم، وفي بعض بدا اساتذه في الجامعه يدخلوا معانا البروتوكولات بتاعتنا، وهنعرف حضراتكم يعني تباعا الموقف اول باول، ونقول لكم الاماكن العيادات والتخصصات الجديده. واحنا بنركز شويه على الوضع الاكاديمي بالنسبه لطب الجامعه علشان نجمع بين الطب التقليدي، ودول وصلوا لدرجه اعلى درجه من درجات التخصص في دراسة الطب الغربي العادي اللي احنا درسناه، ولما كمان يحطوا عليه الحاجات النباتية الطبيعية ويحاولوا يوظفوا الطب اللي درسوه في كيفية تسخير وتطويع هذه المعجزات الإلهية في النباتات الطبية، هيبقى احنا وصلنا كده لأعلى درجات الجمع بين المدرستين، المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية، أو الطب يعني بيسموه أوقات الطب الصيني أو الطب الطبيعي. إحنا بنقول ده الطب الشرعي اللي ورد أغلبه في القرآن والسنة، أو حتى لم يرد فهي أصلها مخلوقات وصناعات إلهية، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل شأنه، وده الإعجاز الإلهي، الفرق بين الحاجات الطبيعية والحاجات الصناعية. هي احنا عندنا دلوقتي بروتوكولات علاجية ودخل معنا في المنظومة متخصصين على اعلى درجة في العقاقير والنباتات الطبية، عملنا بروتوكولات كاملة في الامراض المزمنة عموما، وخصوصا الامراض المتعلقة بتليف الكبد وفيروس سي. وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال اسابيع قلائل المشكلة بتنتهي تماما. اقول لحضرتك الفيروس مهما كان ملايين بفضل الله ينتهي تماما، وانا اول مره اقول الكلام ده بملء الفم، انا دايما بخاف وبقول الموضوع ممكن وممكن
عشان ما احطش نفسي في حرج شرعي. انما النهارده بقول لحضرتك بالوضع الجديد والمنظومه الجديده والبروتوكولات العلاجيه والانظمه اللي احنا ماشيين فيها، بفضل الله الفيروس ينتهي تماما خلال فتره قصيره، يعتبر مده زمنيه قياسيه، تليف الكبد وكل مضاعفاته بفضل الله سبحانه وتعالى بتحسن تحسن يعني مبهر. نركز قوي على الملف ده، لان طبعا احنا عارفين ان ده ممكن يحصل مضاعفات من التليف، وبعد كده ممكن يحصل اورام سرطانيه في الكبد وحاجات، والناس عايشه في حاله شويه يعني خوف بل هلع. فاحنا عشان خاطر نقفل الباب ده خالص، اذا كان في حاجه قاطعه مانعه قاتله يعني زائلة تماما مخلصة تماما لهذه المشكلة، فده من فضل الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش أبدا أن أنت تأخر الموضوع ده يوم واحد. وأنا بقول لحضرتك الحاجة اللي عندي بفضل الله أنا بوعدك بيها، وبقول لحضرتك زي ما بيقولوا أهل الخليج على الشرق، لو ما حصلش أي يعني كل الحاجات اللي أنت حضرتك بنوعدك بيها، إحنا بنرجع لك كل ما أنفقته وكل ما دفعته، أن القضية قضية شرعية. لما بنقول وعد ونقول بإذن الله إن شاء الله الأمر قطعي، لأن الحاجات دي بتوقف نمو الفيروس وتوقف نشاطه وتوقف تكاثره وتمنع إن هو تتحول الخلية لخليتين، التكاثر بيتوقف تماما، حتى إنه يبني نفسه تاني ممنوع، وفترة دورة حياة الفيروس قليلة جدا، فشوية الفيروسات اللي في جسمك خلاص أصبحت مقطوعة النسل وملهاش قدرة على بناء نفسها، ملهاش قدرة على إن هي يبقى لها أي صلاحية، بدأنها منتظرة العمر الزمن بتاعها اللي ربنا قدره تنتهي وتختفي من الجسم ولا ترجع أبدا بإذن الله إلى يوم القيامة. وإذا كان ده بيحصل فبيخلص الكبد من أي تأثيرات وكل مضاعفات الكبد، التليف ومضاعفاته من السس او ورم الساقين وجوال المريء، وحتى لو كان في تطورات اكثر من كده فضل الله سبحانه وتعالى تقدر تحس ان احنا شلنا السبب، شلنا العامل المدمر اللي موجود جوه الجسم. واحنا عندنا بعض التحاليل هرد لحضراتكم. انا دايما بقول لحضرتك انا دايما بحاول انقل الصوره واقعيه عمليه من خلال الواقع اللي انا بعيشه مع حضرتك، عشان تشوف قد كده ان الموضوع بيبقى صفر، تبقى المشكلة كأنها ما بقتش، ما كانش لها أصل وجود. وإذا كنا نتكلم على موضوع أن احنا نخلص الجسم من الفيروس أو ما نخلصوش، ده المشكلة يعني الموضوع أكبر من كده، في أن احنا حتى مضاعفات الفيروس اللي موجودة حتى لو كانت مشاكل وصلت تليف الكبد ومضاعفاته، فضل الله سبحانه وتعالى بتحسن. احنا هنعرض حضرتك الحالات دي وهنصورها وهنستضيفها، ونقول لحضرتك ان الحمد لله ما عادش فيه مشكله بالنسبه لك اذا كنت انت حاسس ان انت عديت المرحله اللي ممكن تعالج منها، وان انت خلاص الموضوع بالنسبه لك ما عادش ليك حل غير زرع الكبد، وانت مش قادر تزرع، وعمليه زرع الكبد لها مشاكل كبيره جدا، فانت بالنسبه لك الموضوع توقف والطريق اتقفل. بقول لك لا، ده الطريق اتفتح اوسع من الاول، وباذن الله الموضوع سهل وبفضل الله سبحانه وتعالى هترجع احسن مما كان. عندنا الامراض المناعيه كلها، أن أقول لحضراتكم الأول بعض التقارير اللي تتأكد بيها. شوف حضراتكم لو قريتوا معايا البي سي آر، شوف كان كام 42100، طبعا المنظار مش معايا، اقرأ لي كده 385. أيوة هات اللي بعدها. نيجاتيف. هات اللي بعدها كام؟ كام العدد؟ نيجاتيف مفيش. التاريخ الاولاني كام؟ التاريخ الاولاني والتاريخ الثاني كام؟ ثلاثة سبعة 2014 ده أول تقرير.
لا الاولاني ده تقريبا اللي هو البوزيتيف ده فيروس سي، والثاني فيروس بي نيجاتيف، وكان 42385 التحليل الثاني بقى زيرو مفيش. ده كان من تاريخ كام؟ 7/8/2014، يعني تقريبا شهر واربع ايام، من 34 يوم بين التحليلين. طبعا اللي يهمني كمان الحاله الاكلينيكيه بتاعت العيان، وده بعض التفاصيل. احنا طبعا مش هنفهم حضراتكم في مش هنفهمكم في المواضيع دي، انما القضيه بالنسبه لنا مساله ثقه وخلاص. يا استاذ محمود، ان يعني بقول لحضرتك اول مره اقول لك ان القضيه دي ما عادش ليها وجود لو فضل الله سبحانه وتعالى. هنبدا مع بعض بروتوكول علاجي، ونحط الانظمه اللي احنا شغالين بيها، نستهدف المشكله الفيروسيه المدمره اللي عامله هلع وخوف، واصبح الناس حاله رعب. بقول لك الحمد لله دي بشرى بقول لحضرتك النهارده، علشان تقول الحمد لله من فضل الله علينا ان هو زي ما اختبرنا زي ما ابتلانا، ما سبناش بعدنا حاجه ترفع الابتلاء ده. بعد ما نجحنا فيه يبقى احنا خدنا يعني نعمه العافيه في الدنيا، ولم يضيع الله سبحانه وتعالى اجرنا وثوابنا يوم القيامه. احنا عندنا منظومه كامله لكل الامراض المناعيه اللي مالهاش علاج عندنا غير الكورتيزون، اللي بيدمر اكتر من تدمير المرض نفسه. عندنا الروماتويد والذئبه الحمراء والتلاف المتناثر والصدفيه، الصدفيه بتتعالج بفضل الله تماما، والقولون التقرحي مالوش علاج بفضل الله اصبح له علاج تماما، والالتهاب المناعي في الكبد ده برضه نفس المشكله معضله، حاله العظام، التهاب الخشونه، التهاب المفاصل والخشونه والغضاريف، وتشوف الغضروف بفضل الله قبل العلاج وبعد العلاج. كان العيان لازم تشوف الاشعه البرانيه تقول العيان لازم يكون داخل غرفه العمليات وتشوف الجرح مكان العمليه، عشان تعرف تقول ان الفعل الاشعه دي بتاعه المريض ده بعد ما خد العلاج ده. العلاج الوحيد اللي ممكن يوصل الحاله بالشكل ده انه يكون داخل غرفه العمليات واستأصل الغضروف. من فضل الله كل ده بيحصل بحاجات مالهاش علاقه خالص بالجراحه، حتى مساله الهشاشه بالنسبه للعظام، موضوع الجهاز التنفسي بالنسبه للحساسيه الصدريه وتليف الرئه. طبعا تليف الرئه ملوش، وحتى البرن الشعبي السل والحاجات العنيفه ما كانش ليها علاج، بفضل الله اصبح ليها علاج تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للجهاز الهضمي ارتجاع المريء وقرحه المعده، بالنسبه لعصوات المراره، كسل وعصوات الكلى وتضخم البسطاطه. طبعا عشان انا سبت يعني شويه ملف الجراحه، فانا مش عايز ادخل حد غرفه العمليات، مش عايز ارجع حد يخش ياخد دحون البنك ويتعرض للتخدير. اذا كان عندنا طرق يعني نعالج بيها حتى العصوات، تضخم البسطاطه، حاجات الغضاريف، الكلام اللي ما كانش له علاج غير العمليات، بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح له علاج في الطب الطبيعي الالهي الرباني. حتى بعض الاطباء بيقول لي سمي البرنامج بتاعك العلاج الرباني. قلت له الجواب الشافي هو يعني اقرب شويه، لان الشفاء معروف من عند الله سبحانه وتعالى، ونحن يعني ربنا بيسخرنا وبيسوق على السنتنا الاجابات اللي بيجعلها دلاله وهدايه للناس على طريق الشفاء. عندنا السكر بفضل الله بيتعالج، وبتترك العلاج اذا كان سكر تايب 2 ما تاخدش له انسولين مبدئيا، بتوقف كل الادويه اللي بتاخدها للسكر. موضوع السمنه في تفوق عالي جدا في تنزيل الوزن في مده قصيره. موضوع الضعف الجنسي بفضل الله سبحانه وتعالى، مهما كان السبب بفضل الله، مهما كان المشكله كانت عضويه بسبب السكر او ضعف الاعصاب او مشاكل ملهاش علاج، بفضل الله له الان الحاجات اللي ترجع الاعصاب تاني وتصلح المشكله من جذورها. بالنسبه للدوره الدمويه عندنا الذبحه الصدريه وارتفاع ضغط الدم، وحتى حالات فشل القلب الحاجات النباتيه بتصلح بفضل الله المشاكل دي. احنا طبعا اتكلمنا على الامراض الفيروسيه، بنخش معاها فيروس بي وفيروس ايد، حتى الايدز. الامراض السرطانيه دي طبعا ملف كبير جدا، واحنا قلنا لحضراتكم ان عندنا منظومه كامله من الحاجات الطبيعيه اللي بتتعامل مع المشكله دي مهما كانت درجاتها. احنا قلنا هنعمل قرعه، هتبعت اي حد عنده ورم سرطاني هيبعت اسمه والدوله بتاعته وتليفونه والتشخيص، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنسحب القرعه دي، هنعمل اوراق ونسحب على الهواء، وفي كل دوله هتعالج 2 علاج كامل وكورس نهائي بفضل الله سبحانه وتعالى.
عشان مش هطول على حضراتكم، يعني تابعونا وانتظرونا، ربنا يجعلنا سبب في شفائكم، والمقابل اللي احنا عايزينه تدعونا ان ربنا يعافينا واياكم في الدنيا والاخره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.